وكأن الحرب والمجاعة وانتشار الكوليرا لم تكن كافية، حتى بدأت تلوح بالأفق تحذيرات من موجة جديدة لفيروس حمى الضنك الذي سجل العام الماضي وفقاً وإحصاءات رسمية لوزارة الصحة أكثر من 23 ألف إصابة. هناك عندنا بعض البيانات في محافظة شبوة مثلاً، عندنا بيانات تقريباً سجلت ما فوق 5000 حالة بالإضافة إلى العام الماضي. بالنسبة لحضرموت طبعاً تعرضت الموجة وبائية خلال عام 2015 وبداية 2016، سجلت أعداد ما تقارب تقريباً 2000 حالة. التحذيرات دفعت بمؤسسات مدنية ومختصين في مكافحة الضنك وبدعم من مركز الملك سلمان إلى الشروع بتنفيذ تدخلات وقائية في عدة محافظات من بينها تعز وحضرموت وشبوة. عملنا منذ البداية من توقيع اتفاقية مع مركز الملك سلمان بتكلفة إجمالية 2 مليون دولار لتنفيذ المشروع كما قلنا في 6 محافظات من محافظات الجمهورية والتي فيها انتشار الوباء بشكل كبير جدا، على أن يكون تنفيذ المشروع بصورة دقيقة جدا وبالشراكة مع المؤسسات الحكومية وكذلك مع منظمات منظمة الصحة العالمية. هذه الجهود والتي ستتواصل على امتداد 8 أشهر ستشمل تدريب المئات من الكوادر الطبية والفرق الميدانية على التعامل مع المرض والرصد الوبائي، بالإضافة إلى تعزيز قدرات المراكز الصحية ووحدات مكافحة الملاريا والأوبئة في المحافظات المستهدفة. يستفيد منه حوالي 10 مليون نسمة. المشروع يشمل عدد كبير من الأنشطة، منها مكافحة النواقل، منها التدريب والتأهيل والتقصي الحشري وإزالة البؤر. هناك سيتم رفد مكاتب الصحة ومحاور الملاريا بعدد من المرشات والمعدات الأخرى. أيضا سيتم رفد المختبرات المركزية بالمحاليل المخبرية اللازمة لتشخيص حمى الضنك. ويعد الضنك واحدا من الأمراض المتوطنة والمصنفة ضمن قائمة الأمراض المهملة صحيا، رغم مرور نحو ربع قرن على تسجيل أول ظهور للمرض في البلاد. محمد اليزيدي لقناة بلقيس المكلا.